هذه الشراكة لابد أن تتم في إطار فهم متبادل لأهمية هذه الأهداف للقيام على تحقيقها والقدرة على توفير سبل تطوير المجتمعات وتقديم هذه الحياة وأن نصل إلى العالم الذي نريد أن نحيا فيه جميعا. في هذا الإطار يقوم الاتفاق العالمي للأمم المتحدة سنويا بطرح ليس مسابقة ولكن مصدر من مصادر الإلهام للعالم بسؤال العديد من رواد الأعمال حول العالم بالتقدم بما يرونه من كيفية تحقيق هذه الأهداف كل في مجاله. ويقوم الاتفاق العالمي بالمفاضلة بين كل قصص النجاح التي قدمت لاستخلاص الأكثر شمولاً والأكثر تأثيراً والأكثر إلهاماً منها وتقديمها إلى العالم أجمع في صورة رواد الأعمال أو ما يعرف بالسادة قادة التغير وقادة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أو ما يعرف بالـ SDG Pioneers.